أهلا بيكم في تجربة فريدة من نوعها وجميلة جدا في أوكلاند من مزرعة اللافندر. في نيوزيلندا فيها مزارع كتير للافندر، في أوكلاند فيها تقريبا حوالي 2. دي تعتبر أكبر مزرعة في أوكلاند على حد علمي، لأن أنا عملت سيرش فطلع لي مزرعتين. دي المزرعة دي اسمها سي سي تي فارم او سي سي تي لافندر فارم. دي موجودة في جنوب اوكلاند، وفي واحدة برضو يعتبر جنبها اسمها لافندر هيل. بس لافندر هيل كانت عملوا موسم حصاد بدري، فما عادش فيها لافندر قوي. بس لافندر هيل بيعملوا تور جوه في المزرعة. التور تمنها $15 للأدلت، والأطفال فري. بيوريكوا كل حاجة بقى في المزرعة من اللافندر ومن شجر الزيتون، وكمان في ألباكا، ففيها حاجات تانية كتير. بس هنا الدخول مجاني في كافيه. الكافيه موجود في أول المزرعة زي ما انتوا شايفين. احنا مشينا الطريق ده كله ولسه المزرعة مكملة معانا. فبعد الدخول هنا فري، فبعد ما بنخلص ممكن نقعد في الكافيه أو ممكن نمشي على طول. في طبعا شوب نشتري منه لافندر اويل، لافندر اللي هو صابون اللافندر، حاجات كتير. هنا بقيه المزرعه برضو مكمله. بصراحه تجربه حلوه جدا كيوم. الاطفال برضو بيبقوا مستمتعين ان هم ييجوا ويشوفوا اللافندر. طبعا ريحه اللافندر باينه قوي، جميلة جدا. في نحل كتير بس هو ما بيقربش من الناس، هو موجود على اللافندر نفسه. يعني شكله بتاعه حلو قوي. المزرعة كبيرة كبيرة جدا يعني على امتداد البصر. يعني هنا طبعا اول المزرعة من هناك، دي تكملتها. لحد الاخر احنا ممكن نتمشى مع بعض شوية. طبعا الناس اللي حابة انها تيجي تعمل فوتو سيشن تقدر تيجي، بس طبعا في ناس كتيرة هنا. بس اللي هو لو في سبيشال ايفنت تقريبا ممكن بتكلموا مع الادارة، اللي هو زي ويدنج او حاجة، فانكم انتوا بتحجزوا معاهم او كده يعني. في بقى كمان مزارع في هاملتون، في واحدة في تيقاوا موتو وفي واحدة في هاملتون نفسها، برضو مزارع حلوة قوي. واحدة اللي في هاملتون اسمهم لافندر باك يارد جاردن، وفي واحدة تانية اللي هي في تيقاوا موتو قريبة من هاملتون برضو اسمها ألفرا لافندر. التجربة كلها ممتعة وجميلة جدا بصراحة. يعني انا مش عارفة بصراحة اخرة مزرعة اللافندر دي لحد فين يعني، بس ان انا كل ما بمشي الاقي في لافندر كمان. فاتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتجربة دي، يعني حتى في الحاد هناك وهنا كله. يعني اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالتجربة الجميلة دي، وان شاء الله استنوني في تجارب تانية في اماكن تانية ان شاء الله في نيوزيلاند. سلام عليكم.